علي بكل صراحة، مسألة الحشد الفصائل بأنفسهم هم من جعلوا الحشد بأنه نقطة استهداف. كيف جعلوا الحشد نقطة استهداف؟ لكون الفصائل المسلحة بتصرفاتهم بأفعالهم جعلوا تلك التضحيات التي ضحى بها الحشد الشعبي بأنهم يحاولون أن يعتبرونها مؤسسة تابعة للفصائل، فقط تأخذ رواتب من الدولة العراقية، لا يريدون أن يبتعدوا منها ويقولوا بأن الحشد مؤسسة أمنية تابعة إلى الدولة وتأتمر بأمرة القائد العام القوات المسلحة. فالفصائل هم الذي جعلوا بأن هنالك تسلط الأنظار إلى الحشد وأصابع الاتهام إليهم. هذا جانب، ومن حق الحكومة العراقية بأنه تحذر وإخلاء بعض المقرات لكونها هي على يقين بأن الجانب الأمريكي يعرف لديه معلومات. هاي إذا الحكومة حذرت، بس هنا الأمريكان هم اللي يحذرون. خليني أكمل لك بخدمتك. بأن الجانب الأمريكي يمتلك الكثير من المعلومات، بأن الآن عندما يتم قصف موقع إلى الحشد الشعبي، هل بهذا الموقع يوجد فصائل مسلحة أم يوجد حشد الشعبي؟ كنا وحاولنا بشتى الوسائل، وجنابكم على الطلاع منذ اليوم الأول تأسيس الحشد الشعبي، عندما نتحدث بالفضائيات نقول يا أخوان بأن الحشد الشعبي يختلف عن الفصائل. صح. لكن القيادات هي من جعلت بأن الحشد الشعبي يأخذ إلى الاتهامات وإلى الكثير.